السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة في تاريخ القناة هنبتدي نعرض شقق في بورسعيد للبيع بناء على طلباتكم ورغباتكم. كتير جدا كان بيجيلي في الكومنتات عايزين نشتري شقق في بورسعيد، او برضو بيجيلي من اهل بورسعيد عايزين نبيع شقق في بورسعيد. فهنبتدي بقى نعرض الشقق في بورسعيد ان شاء الله بإذن الله. النهاردة بقى جايبه لكم شقة روعة بجد، ما تضيعوش الفرصة دي، فرصة ذهبية بجد. شقة الترا سوبر لوكس، هتشوفوها مساحتها 175 متر، وكمان ليها حصة عقارية في الأرض، وكمان على بعد خطوات من البحر. بجد شقة تحفة. أنا قلت كده نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بشقة بسم الله ما شاء الله حلوة وكبيرة لعشاق الناس اللي عايزة الشقة الكبيرة. ناس كتير برضو كانت عايزة شقة كبيرة. هنعرض كل المستويات، شقة كبيرة وشقة صغيرة. دي أول واحدة، تمام؟ هسيب لكم رقم التليفون عشان اللي حابب يستفسر عن اي حاجه بخصوص الشقه دي يا جماعه، اللي حابب يجي يتفرج، اللي حابب يجي يشتريها، طبعا يتكلم على رقم التليفون اللي انا هسيبه في اخر الفيديو. انا اسمي كريمه علي حسن ودي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاركوا كل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا نتفرج على الشقه. ودخلنا اهو، جايبه لكم من اول المدخل خالص عشان تبقوا شايفين كل حاجه على الطبيعه. يلا السلام عليكم ورحمه الله. ده المدخل طبعا، تمام. ده المدخل، ماشي. نيجي كده شايفين التوضيب. انا طبعا هركز على التوضيب مش على العفش. بسم الله ما شاء الله، شايفين كده احنا في منطقة اشلاء السواحل. كل دي على بعضها، سفرة، صالون، في كمان حتة فاضلة يعني فاهمين ممكن تحطوا فيها حاجة تانية، تعملوها ليفنج بقى، تحطوا فيها تلفزيون زي ما انتوا عايزين. كل ده ما شاء الله، شايفين كده، شايفين السقف عامل ازاي، الشغل اللي في السقف. كل ده يعني التوضيب بصراحة تاني علي كده. طيب بسم الله ما شاء الله، يعني مبروك عليا، خدها بجد. هسيب لكم طبعا رقم التليفون عشان اللي عايز يستفسر عن اي حاجه يستفسر، تمام كده. كل ده احنا لسه في المدخل واللي هو ايه اول حاجه احنا دخلنا فيها ما شاء الله. شوفوا كمان بقى حاجه حلوه قوي في البلكونه. بص البلكونه استغلتها ايه بقى، السفره اهي، تمام. البلكونه بقى استغلتها حلو جدا. بص البلكونه عاملاها ازاي، ليفنج بقى هنا او قاعده او اي حاجه زي ما انتوا عايزين. كل ده المساحه ما شاء الله بإذن. بص هندخل بقى الطرقه هنا، هنشوف الطرقه دي بتاعت ايه. ما شاء الله شايفين التوضيب، بسم الله ما شاء الله. التوضيب، المطبخ، عايزه اوريكم كل حاجه. احنا في منطقة اشلاء السواحل يا جماعة، تمام. ده المطبخ، شايفين بقى انتوا المساحة اخد ايه، يعني ما شاء الله اخد تلاجة فريزر، غسالة الهدوم، بوتاجاز كبير، كل المساحة دي مطبخ. شايفين انا ماشية ازاي، كل المساحة دي مطبخ. طبعا عايزين تغيروا بقى براحتكم، الغاز راكب اهو، تمام. هي كان مركبة مروحة في السقف، مروحتين والله في المطبخ، حاجة كويسة. دي مساحة المطبخ من بعيد كده، كل ده اهو، دي كده مساحة المطبخ، تمام. هندخل دي الطرقة اهي، طرقة التوزيع، ماشي. هندخل على التواليت، برضو التواليت اهو، الكابينة المقفولة. انا مركزه على التوضيب مش على العفش طبعا، تمام. كل ده التواليت، مساحه برضو حلوه. الكابينه، بص الكابينه بتاعه الدش هنا، البانيو، تمام. هندخل على في اوضه كمان، هي الأوضة الشقة تقريبا كلها معمولة
بالشغل الخشب ده، حلو قوي الديكور بصراحة. هي الشقة كلها كام أوضة؟ ثلاثة. 3 أوض ما شاء الله. طيب دي يعتبر أول أوضة هنشوفها، دي أوضة الأطفال. بركز لكم برضو على التوضيب، ادي الأرض تمام، شايفين الأوضة، أخد السريرين مرتاحة، أخد أوضة النوم براحتها، وادي السقف ماشي. هنا الشارع، هنا البلكونة دي أو الشباك ده بيطل على الشارع على طول ماشي. بصوا أخدة براحتها جدا، يعني ما شاء الله الأوضة أخد أوضة الأطفال كاملة تمام. هندخل على الأوضة الكبيرة الماستر بقى، برضو نفس الكلام، كل الأبواب يا جماعة كده، شايفين كل الأبواب الخشب ده، شايفين الشغل اللي في الباب ده برضو. أنا حابة أوريكم كل حاجة بالتفصيل عشان ما تحبوا تستفسروا برقم التليفون. دول الأوضة الماستر يا جماعة، أدي الشغل برضو اللي في السقف، أخدة ما شاء الله برضو الأوضة كاملة، وغير أخدة كمان حاطة فيها كنبة كمان، يعني شايفين المساحة قد إيه. كل دي الأوضة، دي الأوضة الماستر. إيه ما شاء الله المساحات حلوة جدا، اللي هو براحتها خالص، شايفين المساحات قد إيه تمام. أدي شغل السقف، شفنا كده أوضتين، شفنا التواليت، طرقة التوزيع، شفنا المطبخ تمام. هنا أروح فين؟ الريسبشن التاني، هي كمان ريسبشن. هي المساحة كلها قد ايه؟ 175. في حمام تاني؟ اه حمام تاني برضو يا جماعة، يعني 2 حمام والاتنين كبار ما شاء الله. حلو، بصوا ده الحمام التاني برضو اهو، بوريكوا برضو المساحة قد ايه. تمام، بانيو، يعني البانيو بصوا الاتنين كبار، الاثنين بجد كبار، مش هقول لك واحد كبير وواحد صغير، لا هما الاثنين كبار. هي مساحه الشقه كلها قد ايه؟ 175. ما شاء الله مساحه الشقه كلها 175. شايفين الشغل ده اللي في السقف ده؟ شايفين، بصوا بقى الشغل ده، عايزه اوريكم ده حلو قوي قوي. هندخل على ريسبشن تاني، ما شاء الله ريسبشن تاني بقى واسع جدا بقى. شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، عايز اوريكم برضو الشغل في السقف ازاي. ده شغل السقف، بصوا فظيع. عارفين الشقه اللي بنقول عليها الترا سوبر لوكس؟ هي دي، مساحه 175 متر. آه الحي كويس جدا جدا، حي راقي، احنا مفيش لاقي السواحل. المساحه ما شاء الله 175 متر، وانا بوريكم كل حاجه بالتفصيل. برضه هندخل على اوضه تانية، يبقى دي تالت اوضه. بص الشغل ده، شايفين الشغل ده عامل ازاي؟ هندخل على تالت اوضه، دي تالت اوضه برضه تقريبا نوم تاني، نوم تاني اهو ماشي. يعني هي عامله فيها اوضتين نوم كبار واوضه اطفال، شايفين المساحه قد ايه ما شاء الله. ده مكان تكييف تمام، المساحة حلوة جدا بجد، المساحة ما شاء الله. وصلات الكهرباء بصوا في كل مكان، مكان للشاشة، مكان للتكييف، الشغل اللي في السقف، كل ده موجود في الشقة. ادي الأوضة التالتة، شايفين يا جماعة الشغل، الباب عامل ازاي، تحفة، مبروك لله ياخدها. شايفين الشغل ده اللي في العمدان، مفيش كل ركن، اي ركن هنا في الشقه الا وفي شغل. شايفين الركن ده، بصوا عايزه اوريكم ان ده بصوا ده بلاط، ده بلاط، ماهوش مش رسم، ده بلاط تمام. بجد الله ينور، مهندس ديكور عاملها تحفة بجد. دي كانت بقى شقتنا النهاردة. بصوا يا جماعة البلكونة اهي، دي البلكونة الكبيرة، شايفين بتبص على شارع رئيسي جدا،
شايفين كل ده منطقة خدمات كاملة قدامها سوبر ماركت، كل الخدمات عندها عشان تبقى شفت كل حاجة بالتفصيل. الالوميتال عايز اوريكم الالوميتال بتاع البلكونة، الشقة كلها الوميتال شايفين. تمام. اي حد بقى عايز يتفرج على الشقه دي بجديه، يكون في نيته ان هو عايز يشتري بجد، ما يضيعش وقت، يتصل بالرقم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. الرقم ده خاص بالشقه دي يا جماعه، اي حد عايز يشتريها، اي حد عايز يستفسر عنها في اي حاجه يكلم الرقم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لكن بقى في اي حد في بورسعيد حاببني اصور شقته واعرضها للبيع يكتب لي في الكومنتات وانا هكتب له الرقم اللي يقدر يتواصل معايا فيه. تمام كده. وبرضو لما تكلموا الرقم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ما تنسوش تقولوا له ان احنا اخدنا الرقم ده من الفيديو اللي موجود على قناة اليوتيوب، على قناة مدام كريمة علي حسن. علشان تاخدوا الخصم بتاعكم، اي حد هيتواصل عن طريق القناة يا جماعة له خصم حلو جدا جدا في تمن الشقة ان شاء الله. وده كان المكان بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. السلام عليكم.